صباح الخير واهلا بكل مشاهدينا بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه وبيتابعونا. ويوم جديد من ايام مصر جميله، وبالفعل النهارده ليله عيد. كل سنه وكلنا بحب وخير وسلام. النهارده ليله عيد السيد المسيح، والحقيقه يعني هو رسول الحب والسلام للعالم كله. كل سنه وكلنا بألف صحه وخير وسلام ان شاء الله، وان شاء الله يا رب عيد سعيد على الكل. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا عين. صباح النور مشاهدينا الكرام. كل سنه وكلنا دايما طيبين يا رب كده، ويجعل ايامنا كلها اعياد وحياه جميله باذن الله. هنحتفل النهارده بعيد الميلاد، وهنحتفل بالاحتفالات بتاعه الكاف برده، مش هننسى ابطالنا اللي شرفونا وحصلوا على اهم المراكز. هنتكلم في حاجات كتيره جدا، وعايزين كل ولادنا الحلوين الصغننين يبعتوا لنا على الصفحه بتاعتنا، الجروب بتاعنا على مصر جميله على الفيسبوك، يقولوا لنا بابا نويل جاب لهم ايه في السنه الجديده. كل واحد يحكي لي كده، بابا نويل نزل بالليل من الشمينيه اللي هي المدخنه وجاب ايه؟ جاب لعبه، جاب حاجه للدراسه، جاب ايه بالظبط؟ وبابا نويل الاصلي بقى اللي هو بابي ومامي اللي قاعدين في البيت، عملتوا ايه مع اولادكم السنه دي؟ هو الحقيقه فرصه جميله. اعياد الكريسماس عامه بتبقى يعني بتملى العالم كله بهجه وسعاده وسلام. العالم كله بيتزين بالافراح والانوار وشجره الكريسماس، وبتلاقي ان كل الناس بتبقى سعيده وفرحانه، وبيحاولوا ان هم ينشروا كمان البهجه والسعاده على الناس كلها. النهارده حلقه مميزه مع حضراتكم من خلال مصر جميله. هيكون معانا اوبريت مصر وطن يعيش جوانا، ودي من كلمات البابا شنودة المأثورة، والحقيقة اللي بتعبر عن وطنية البابا شنودة الثالث الله يرحمه. والحقيقة انه كان دايما ليه المقولة الشهيرة مصر وطن يعيش جوانا ومش وطن احنا عايشين فيه، واعتقد ان هي كانت بتصاحب الجملة الشهيرة دي احداث كتيرة جدا. والنهاردة هنحتفل بأوبريت مصر وطن يعيش جوانا، واللي قدمه دكتور أسامة عشم الخبير العالمي في التنمية البشرية والتدريب، وجمع مجموعة كبيرة جدا من النجوم سواء في الفن او الغناء. اول ما سمعوا عن الأوبريت كلهم اشتركوا طواعية ان هم يقدموا الأوبريت. هيكون معانا النهارده كمان الكورال المصري القبطي، وهنسمع معاهم ترانيم جميله جدا. طبعا احيانا بنشكرهم، يعني فتره الاعياد بيبقى صعب جدا ان هم يقدروا يجوا بدري مخصوص عشان خاطرنا، ولكن هم يعني على راسنا ان هم جونا في التلفزيون المصري وفي برنامج مصر جميله، ويحتفلوا معانا مع الشعب المصري بهذه المناسبه الجميله. هنتكلم كمان على الانجازات بتاعت فريقنا منتخب مصر ولاعبنا محمد صلاح اللي اصبح ايقونه دلوقتي للشاب المجتهد، الشاب اللي كل واحد في الدنيا حابب ان هو ابنه يبقى زيه في كره القدم في اي مجال تاني. هنتكلم كمان على هيكتور كوبر المدرب الارجنتيني، مدرب منتخب مصر اللي قدر ان هو يفوز او يعني ياخد مركز متقدم جدا في القاره، وفي نفس الوقت يتاهل لكاس العالم، وانجازاته كتيره مع منتخب مصر، وتولى في يعني في ظروف كانت صعبه يعني بالنسبه للمنتخب. يعني الحقيقه يعني كرويا لو اتكلمنا، انا بس عايز اركز شويه على محمد صلاح، لان بجد ابتدى من دسوق، من قريه في مركز في حته، مركز في قريه، يعني حته صغيره خالص، وابتدى ان هو يجتهد. وانا عايز اتكلم عن الاجتهاد هنا، ما يعني لم يصاب بالاحباط، لان اي واحد ممكن يصاب بالاحباط. ابتدى في مركز شباب، بعد كده ابتدى يطلع يطلع يطلع، وصل المقاولين، بعد كده ابتدى يطلع اكتر، ربنا كرمه الحمد لله، وصل ان هو يلعب يحترف بره، بعد كده حصل دروب في حياته في نادي في تشيلسي، وحس ان هو لا مش هيكمل تاني، لكن وقفته هي نفس الوقفه يا جماعه اللي في الماتش بتاع مصر الاخراني، لما وقع وقام وشد التيشيرت واتضايق وراح قام وراح محل للجمهور رافع ايديه لفوق عشان خاطر نقطه التحول اللي حصلت دي. لا احنا مش هنستسلم، احنا هنتحول.
هنتأهل، احنا هنجيب هدف، وده اللي حصل فعلا. هي دي محور القصة كلها، محدش استسلم، الاجتهاد اجتهد وسيب بقى على ربنا. وهنتكلم كتير مع ضيفنا الكريم كابتن محمد الصيف، مدرب الشباب، مدرب منتخب مصر للشباب السابق، هيكون معنا في الفقرة الثانية وهنتكلم معاه اكتر على هذا الموضوع. الرياضة مهمة ووسيلة مهمة جدا للبعد عن اي حاجة وحشة، وزي ما احنا شايفين يعني اهو يعني انجازات جميلة جدا. ده ماتش ايه؟ ماتش اللي وصلنا لكاس العالم اللي موجود قدامي، لكن انا شايف ان هو بيشوط بينالتي. تمام، فالاجتهاد مهم، نعمل اللي علينا ونسيب بقى على ربنا طبعا، ونعمة باللي اهم حاجة المصابرة على العمل. يعني اعتقد ان محمد صلاح لو كان جاله احباط او يأس او ما كملش بالاجتهاد والمصابرة اللي هو كان شغال بيها، ما كانش قدر يوصل للمكان اللي هو وصل ليها. يعني من لاعب صغير في مكان ممكن يكون مش ملقى عليه الضوء لواحد من اهم اللعيبه او من اهم 5 لعيبه في العالم، ده انجاز كبير جدا يستحق عليه كل التحيه والاحترام والتقدير، ويكون مثل للاخرين. مصر جميله دايما بتقدم القدوه الحسنه، ودي فقراتنا النهارده. هنطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم من مصر.